حي الله الجميع، طبتم وطابت ايامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما هي الارض؟ وقبل نبدا هذه الحلقه، انا كنت في الحلقه اللي راحت قلت لكم انا صورت القمر واضاءه الشمس غير، بس في ناس جت قالت يا اخي لا، انت منظورك على يعني الارض انت تشوف انه الشمس جنبك، بس هي في الحقيقه ما هي جنبك، الشمس قدام، فهمتوا؟ عشان كذا القمر قاعد يعكس على هناك، يعكس على الشمس بس انت ما تشوف. اليوم جيت كان الفارق بين اليوم اللي صورت فيه في الحلقه اللي راحت وبين اللي اليوم يوم واحد، يعني مر يوم، اليوم الثاني انا صورت اللي هو اليوم، فنشوف كيف جات الاضاءه. القمر بنفس تصوير قبل يومين، شوفوه يعكس على جهة الشمس، تمام؟ شوف الشمس في نفس الوقت، لكن قبل يومين ما كان يعكس في نفس الوقت. شوف نفس المكان عاكس على جهة الشمس فعلا. اليوم الإضاءة ضابطة، قبل أمس كانت الإضاءة مخالفة. يعني من المفروض ان الشمس تكون هناك، هنا الشمس، عشان هذا يعكس كذا جميل، ولكن للاسف الشديد الشمس هنا، هذه الشمس. فاللي بيقول لي منظورك، طب دقيقه، طب الشمس طالعه من نفس المكان، كيف منظور اختلف يا رجل؟ الفرق بينها يوم. دقيقه للي مشكك، اوريكم في التواريخ المقطع هذا، ما ادري ان شاء الله انه واضح. طيب إذا خشينا في التفاصيل فوق تطلع لنا التفاصيل أهي. شوف التفاصيل، والفيديو الثاني، وهذا الفيديو الثاني، ها نشوف تفاصيل. واحدة في يوم 7 والثاني في يوم 9، ليتني صورت في يوم 8 بس نسيت السالفة انا يوم 8. كيف يا خويي منظوري؟ اول طلعت الشمس من هنا اقول منظوري تعبان، اليوم طلعت الشمس من نفس المكان منظوري كمان تعبان، ولا القمر يستهبل؟ اطلعوا طالعوا في القمر تلقوه يعكس على كيف القمر، لان الله سبحانه وتعالى قدر القمر منازل، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره. القمر من ايام ادم يجيك هلال نفس ترتيبه، مستحيل يتغير. نفس الفيديو، الايام قريبه من بعض، نفس المكان، التوقيت نفسه. اشوف كثيرين يقول يا اخي حديث ابن عباس ضعيف. يا جماعه الخير، ثقافه دينيه شويه على فكره، بس عشان بعض الناس اللي يجي يشكي يقول يا اخي انت كيف تيجي تفتي في الدين؟ تخصص يا خوي، تبغى تتاكد من ذا الشيء؟ هذا اسمي في شهادة البكالوريوس عندي شريعة، يعني ما انا قاعد اتفلسف لك كذا من جهل. غير كذا تراني حفظت القرآن واختبرت فيه مرتين كامل غيب، تبغى دليل؟ طيب اوكي، هذا اسمي، شوف اقرا ايش مكتوب فوق، تحفيظ بنين، مادة تحفيظ القرآن. للي معاه لقافة كم جبت في القرآن هذه الدرجة؟ 95. فانت ما تتخرج من هنا لين تكون قد اختبرت القران واجتزته، وانا اجتزته بنسبه 95. فهذا كله اصلا مو مهم، بس انا سويت ذا الشيء عشان الناس اللي في التعليقات يجي يقول لك يا اخي الدين يا اخي ما ادري، فاوريك يا صاحبي ان انا قاعد اتكلم في تخصصي. شكرا. طيب هذه غرفتي، الزبده انه هنا عندنا لسان العرب، عندنا القاموس المحيط، هنا التفاسير، عندك أيسر التفاسير، عندك فتح القدير، عندك تفسير الشعراوي، كثير وكتب كثيرة للتفسير. فاحتجنا آيات عندنا الكتب، احتجنا لغة عربية عندنا الكتب، وغاد في كتب ثانية الفنون ثانية، عندك زي الفتاوى، عندك التوحيد، فقه. برضه انا من المهتمين جدا بذا الشيء، كنت قد اتكلمت في برنامج قبل من قبل سنه وغيره، وكنت انا اصلا من متابعين الكيالي، وبرضه استشهدت به في حلقه. برضه تبوا دليل؟ ابشروا. كيف قناه الثانيه؟ ننزل اسفل، هي حلقه بعنوان كانت احترموا عقولنا مسلم، كنت انتقد اللي يقولون الارض ثابته. الغلاف الجوي نقول قشرة جميل، إلى لمستقر، إلى الاستقرار النهائي، لمستقر عندها يوما ما، مستقر سوف تقوم. وهذه زي ما شفتوا
الكيالي كنت استشهد به في حلقات سابقة من مستمعينه ومن مستمعين الدكتور طارق السويدان، وبرضه ذا كتاب له تاريخ القدس وفلسطين، برضه في كثير من البومات اشتريتها له النبي العوضي احمد الدعيج وكنت اسمع لهم، لكن للاسف انتهى وقت السيديهات برعناها، ولا كان ودي اني اوريكم اياها. وبرضه من اشد متابعين الدكتور عدنان ابراهيم، وكلهم معارضين تماما لانه الارض ثابته لا تدور، لكن يا صاحبي نحن يا صاحبي نتبع الدليل، والحق دائما يوجد اينما وجد الدليل، وليس اينما وجد هذا الرجل الذي انا اعتبره قدوه، لا، اينما وجد الدليل يوجد الحق، ولذلك عندما علمنا الحق خالفناهم، وهذا الكلام ينطبق على اي عالم. انت عالم بالدليل، اذا ذهب الدليل لست عالم يا رجل. طيب يجيني واحد يقول لي طيب يا أخي في الله، إحنا وصلنا عام 2018، التكنولوجيا والتطور، ناسا طلعوا الفضاء وصوروا لنا كوكب الأرض. ناسا طلعوا صوروا كوكب الأرض؟ شوف يا عمي، هذه صور ناسا اللي صورتها من الفضاء، طبعاً هذه الصور رسمية لكوكب الأرض، وعام 2007، عام 2012، وركز لي عام 2012 على أمريكا الشمالية. I don't know, you're gonna have to, here's my question here, how can you justify the difference in North America between two different pictures from space from NASA? Earth the exact same size. Look at the size of North America here. Freaking humongous. And yeah, we all know most Americans need to go on a diet, but I didn't know the continent did. I'm going to make this, you see what's happening here? I'm shifting to something that's right under it. See how they're the same size? Ball. Now let me take the top one and drag it off so you can see. Look at North America now. It's tiny. It's tiny now. Look at that. You can fit that almost twice into this. Look how tiny Florida is compared to gigantic Florida here. North America takes up about, let's cut the disc in half. It takes up maybe 25, maybe 25% of the top half of the disc. Let's cut it in half here. It takes up like 70% of the top half. In fact, let me actually go ahead and do that. Does that make it more clear for you people that have serious cognitive dissonance? Look at this one here. Almost the entire quarter of the disc, not North America. A little teeny piece in the northeast part. Look at how much water is here. Almost a third, actually over a third, almost half of the remaining quadrant is water. Think this is the exact same Earth. Now how can you justify that? That's a question right there. How can you justify that? ايه اللي صار يا اخواننا، امريكا دفت من ماك ومتنت، ليش القصه يا خوي؟ احنا نعذرهم انه في اختلاف في الالوان، احنا شايفين شكل الكره الارضيه هنا لون غير هنا لون غير، عادي تختلف، ممكن هذا الزمن هذا قحط والزمن الثاني جمال، ممكن تمشي يعني، ما هي شيء تدقق عليه، لكن اللي تدقق عليه القارات مستحيل تكبر. يعني اذا انا فعلا طلعت الفضاء واخذت كابتشر يا خوي، كابتشر، مستحيل تتغير احجام القارات، صح ولا لا؟ واحد يقول لي طيب كيف ناس منتبهت الخطا هذا؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هم قاعدين يكذبون على الله ويكذبون على القرآن اللي احنا قاعدين نؤمن فيه، وقصدهم بهذا كله انه كل شيء ولد ووجد صدفة من الانفجار العظيم، فهنا يمكرون. ومكر الله والله خير الماكرين، يضع اخطائهم بينهم في فيديوهاتهم في صورهم في كلامهم. تناقض رواد الفضاء بالحلقة الاولى كان جدا دليل على انه مكر الله والله خير الماكرين، هم حاولوا انهم يضبطوا ذا الشيء لكن لم تزبط معهم. في الحلقة الاولى اول واحد ما كان رائد فضاء لكنه عالم فيزيائي كبير جدا في شركة ناس، وهذا ما أتوقع أنه خطأ عظيم، فهو عالم فيزيائي معاهم، هو اللي شغال معاهم، فبرضو أخطأ، والبقية رواد الفضاء كذبوا، الكل كاذب يا صاحبي. طيب في قنوات كثيرة تعرض الأرض مباشر، يعني هم يصوروا الأرض مباشر الآن، يعني مديك تخش اليوتيوب الآن تلقى روابط مباشر يا صاحبي. كيف يصوروا الأرض مباشر؟ هم يصورون قريب من الأرض، ولذلك تراهم يصورون قريب من السطح. نشوف كيف يصورون الصور تصوير مباشر. نشوف. Buddy, what's going on? This is ODD. I want to address the insane amount of people that don't seem to understand how fisheye lenses or wide-angle lenses work.
As a flat earther that makes videos on the subject, I consistently have people send me links to videos where they believe they are seeing the curvature of the earth. But what they are actually seeing is a forced curve due to the lens of the camera. These lenses are called fisheye or wide-angle lenses, and they come standard on GoPro and TomTom cameras. In fact, all action cameras come standard with these lenses. The definition of a fisheye lens is an ultra-wide-angle lens that produces strong visual distortion to create a wide, panoramic, or hemispherical image. When this lens is arranged sort of straight onto the horizon, it actually is, it doesn't have any weird curvature or distortion. It just looks ultra-wide. There might be a little bit of distortion on the edges, but it looks just super wide. Whenever you start to tilt it, upwards or downwards, that's where you get the curvature distortion. So if you tilt the lens upwards in relationship to the horizon, it's going to kind of curve up and create a bowl type effect. If you tilt it downward, it's going to create a sphere or a kind of an orb type effect. Besides Hollywood movies and TV shows, these wide-angle camera lenses are the only reason you'll ever witness curvature. It's the very reason why most people believe they have seen curvature. People send me links to endless amounts of videos shot with GoPros. This skydiving video, for instance. False curve. Here's a video from a balloon that was launched by a high school in South Carolina. Doesn't that seem like a bit much to you? Because at 120,000 plus feet, there is no curvature when you use a normal lens that's not distorted whatsoever. طيب قفزة فيليكس برضو تثبت كذبهم. Their go-to video for people looking for curvature is the Felix bomb. شوفوا هنا يوم كان يصور بعدسة عادية جوا عند فيليكس الأرض طلعت مسطحة من برا جات مايلة حتى مركبة فيليكس مايلة على فكرة. Another go-to video for people looking for curvature is the Felix Baumgartner Red Bull jump from 2012. People really believe that they are seeing a genuine curve here, but it's simply a fisheye lens. Otherwise, New Mexico takes up most of the planet. Wake up, ladies and gentlemen. They say Felix jumped from 126,000 feet, and this is how much curve there is. But again, look at footage from 121,000 feet on a camera without distortion, and you'll see the world how it really is. Curveless. ركز. قسم يصدقها ويقول أنها حقيقية وقسم يكذبها ويقول أنها مجرد خدعة. ونحن لن نقول هل نصدقها أم نكذبها، بل سنتكلم من الناحيتين معا، بمعنى أننا سنثبت أنه في الحالتين سواء كانت القفزة حقيقية أم لا، ففي الحالتين هي ضد من يقول بكروية ودوران الأرض. نبدأ بالحالة الأولى، وهي افتراض أن القفزة كانت حقيقية وأنها حدثت كما يقولوا في الفيديو. في هذه الحالة يجب علينا أن نسلم تماما بأن الأرض ثابتة لا تدور، يعني القفزة أصبحت ضدهم تماما، لأنه صعد من ولاية نيو مكسيكو في زمن ساعتين ونصف، وبناء على دوران الأرض حول نفسها بسرعة حوالي 1667 كم في الساعة، فالمفروض أن يسقط بعيدا جدا عن موقع صعوده، والذي استغرق ساعتين ونصف فالمفروض أن يسقط مثلا على بعد 4000 كيلومتر عن المكان الذي صعد منه، يعني يسقط في المحيط الهادي مثلا. ولكن في الواقع سقط في نفس الولاية نيو مكسيكو وعلى بعد عشرات الكيلومترات فقط من مكان صعوده، وذلك بفعل الرياح التي أزاحته قليلا أثناء الهبوط. إذا قلنا أن القفزة حقيقية فهي تثبت أن الأرض ثابتة لا تدور، فهل سيقولون مثلا أن الغلاف الجوي والمنطاد مثبتين على نفس المكان الذي صعد منه بفعل سوبرمان الجاذبية؟ فهل تمسك جاذبيتهم ذرات الغلاف الجوي بأسلاكها مثلا؟ ولماذا تجري الرياح إذن في كل الجهات؟ أما بالنسبة لكروية الأرض التي ظهرت في الفيديو لحظة خروج فيليكس من الكبسولة، فهي لا تثبت كروية الأرض نهائيا، لأن هناك تناقض غريب بين المشهد الذي ظهر من خلال نافذة الكبسولة أثناء تواجد فيليكس داخلها وبين المشهد الآخر للأرض عندما خرج منها، حيث ظهرت الأرض من خلال النافذة قبل خروجه مسطحة تماما، وعندما خرج ظهرت كروية تماما، وهذا شيء يدعو إلى التعجب،
في هذا التناقض الغريب في نفس الفيديو. ثم أن هذا الانحناء للأرض المبالغ فيه الذي ظهر عند خروجه من الكبسولة يؤكد أحد الاحتمالات الآتية: إما أنه هبط من ارتفاع آلاف الكيلومترات وليس 39 كيلومتر فقط، لأن الانحناء الذي يظهر في الصورة عند خروجه من الكبسولة رهيب جدا، يعني حتى أنه أكبر من الانحناء الذي يظهر في فيديوهات محطة الفضاء الدولية والتي تقع على ارتفاع أكبر من ذلك وهي حوالي 400 كيلومتر كما يقولون، مما يثبت التناقض عندهم. وطبعا هذا مستحيل أن يهبط من ارتفاع آلاف الكيلومترات، وحتى هم لم يقولوا ذلك. لذلك فالاحتمال الآخر هو استخدام عدسة عين السمكة والتي تظهر انحناء وهمي، وهذه العدسة يستخدمها غالبا القافزون بالمظلات وكذلك بعض الهواة عندما يريدون التصوير من مكان مرتفع مثل جبل أو مبنى مرتفع، لأنها تعطي منظر جميل ورائع. أما الاحتمال الأخير فهو أن القفزة غير حقيقية وهي مصنوعة في استوديو تصوير، كما أن قفزة فيليكس كل الاحتياطات والمواد والإلكترونيات المستخدمة حسب كلامهم في صنع البدلة حتى يتمكن من الهبوط بسلام، لو افترضنا أنها حقيقية فهي تشكك في كونهم وصلوا إلى القمر فعلا في الستينيات من القرن الماضي، لأن ملابس رواد الفضاء وقتها لم تصلح في هذه الحالة. عندما وصل فيليكس إلى الأرض لم نلاحظ وجود فريق طبي بانتظاره، وهذا غريب جدا، وكأنهم متأكدين أنه سيكون بخير من كل هذا. Thanks for watching. Dude, you're fucking retarded. Kill yourself and make sure you never reproduce, bro. Okay? As far as the eye can see, the earth is flat. طيب، بوريكم مقطع يثبت انه جميع صورهم مركبة، الجميع.
طيب سؤال يطرح نفسه لكل عاقل، لماذا احتاجوا للتركيب؟ ليش؟ لأنه لا وجود للحقيقة يا صاحبي، تمثيل في تمثيل. تستحق ناسا جائزة أوسكار الصراحة على هذا التمثيل وصناعة الأفلام والصور. طيب كل صورهم لكوكب الأرض صور فوتوشوب، فعلا فوتوشوب. شوفوا ترتيب الغيوم. نسخ لصق، انا اعرف اسوي نسخ لصق والله بالفوتوشوب. يمديني اصنع لكم كوكب جديد اذا الموضوع بس فوتوشوب. واحد يقول لي طيب كيف ما ركزوا في ذا الشيء، هم مركزين اخوي، ولكن مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. تصويرات الارض زي ما قلنا في البثوث المباشره كلها قريب من سطح الارض يجيك مايل، الميلان هذا بس عشان عين السمكه فقط. واللي يقول لي كيف، تذكرون المقطع اللي في الحلقه اللي قبل الطيار اللي طار فوق وصور الشمس والقمر وصور السماء؟ شوف في كل البثوث المباشرة في خطأ، ادخل الآن، الآن حط ستوب، ادخل على بث مباشر أو بعد الحلقة، شوف كل البثوث المباشرة يجي يصور الأرض مايلة وتلقى الجناح مثلا إذا في حاطين جناح يجيك مايل، حاطين مدري يجيك مايل، حديدة مايلة، في أكثر البثوث إذا ما لقيتها في بث بتلقاه في الثاني، ليش؟ الكل يكلج، مراقب البث الفضائي بتحس فيه كلجات، تحس مرة كذا قاعد يصور حديدة كذا، ما تدري هو ليش قاعد يصورها، مرة كذا يصور غباء، أنت تسأل ليش يصور غباء؟ يا خوي إذا قالوا في خطأ في المونتاج على طول يميل على غباء، يميل على بلاهات، هذا هو اللي قاعدين يسووه. طب في حركة غريبة الأكثر يستحي أنه يشرحها، أستاذك حق العلوم يستحي أنه يقول لك انظر إلى حركة الأرض حول الشمس ودرب التبانة.
هذه الحركة معقولة؟ طبعا كثير فسروا الشمس تجري إلى مستقر لها، أوه سبحان الله إنها تجري يا خوي. غلط. ليش؟ لأنك كذا بتعارض الآية الثانية اللي هي عندما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الفلك اللي هو هذا الفلك، عندما أقول لك الخيل يجري في المضمار فهو يجري على شكل فلكي، خيل يدور ولكن أنا أصفه بأنه يجري. نفس السالفة الشمس، لأن الآية الثانية تقول لنا في فلك، فانتهي النقاش. حتى اللي يقول لك هي تجري، ترى تجري حول درب التبانة في العلم الحديث الخاطئ طبعا. هنا يفتي لك يقول لك كفاة هي أنها تسير هكذا وراء الشمس. غلط. لماذا؟ لأنه حتى في كتب التفسير ولا كتب اللغة العربية كفاة يعني تسير بهذا الشكل. كلمة هو نسي الآية اللي بعدها، كفاة أحياء وأمواتا. فكر في أحياء وأمواتا، هي تسير كذا، إيش دخل أحياء وأمواتا؟ لكن شوفوا تفاسير أهل العلم، بخلي لكم أنا تفاسير العلماء والصحابة اللي كانوا عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام في الوصف أسفل. فكثير اللي قالوا لي انه حديث ابن عباس خطأ، حديث ابن عباس ضعيف يا رجل. في الدين الحديث الضعيفة اذا جبتها كدليل او مساندة لدليلك فهذا يجوز. الحديث اذا كان ضعيف عند مخرج الحديث فهو صحيح عند الاخر، يعني مسلم يضعف حديث البخاري صححها، ابن ماجه، النسائي، الترمذي وغيرهم. فالحديث ما هو ضعيف بالاجماع على فكرة، يعني وان كان هناك دليل ضعيف بالاجماع زي ما ذكرنا يمديك انك تخليه مساند اذا وافق القول وليس كدليل رئيسي. الامر الاخر ان الدليل اذا كان ضعيف ووجد ما يثبت هذا الدليل على الواقع يصبح الدليل صحيح. فلذلك نحن لم نعتمد تماما على حديث ابن عباس، بل جعلناه مساند لدليلنا. فالقليل من العلم الشرعي لا يجعل تقع في هذه المعضلة. هذه حركة الشمس اللي تجري في الفلك، هذه لا يوجد تطبيق واحد حقيقي لها حتى في الفضاء. يعني بنقول مثلا ما يقدر يطبقه عشان ما في جاذبية، يطلع الفضاء في محل انعدام جاذبية وياخذوا صخرة مثلا يفجروها، ياخذوا مغناطيس يفجروه، يسوي اي شيء يفجر اي شيء، استحالة تشوفون الحركة ذي تتحقق. لماذا؟ لانها غير حقيقية. يا رجل ياخذون مجسمات فيها مغناطيس فهم يرموها كذا يفجروها مع بعض، برضو لن تضبط هذه الحركة، يعني لان هذه الحركة اصلا خيالية في وحي المؤلف اللي الف الرواية ذي. وطبعا على فكرة تألفت على آلاف السنين هذه السالفة، لا تحسبوها شيء جديد. يعني هناك علم لن يعلموك إياه وهو الكهرومغناطيسي. شوف هذه الأبحاث وهذه تجارب حقيقية لكيفية دوران الشمس والقمر حول الأرض المسطحة.
نحن للأمانة لدينا تجارب علمية، لدينا أدلة، لدينا هم ليس لديهم ولا شيء إلا الإلقاء، يطلع يعطيك معلومات، يضبط لك صور بالفوتوشوب، يضبط لك أشياء ببرنامج الإنتاج، يدفل رسم سي جي كذب زايد. إحنا نعطيك الحقائق يا خوي، ومن الذي يحكم بالحقائق ويحلل الأدلة والبراهين وينظر فيها؟ هو ما خلقه الله لك في رأس الله سبحانه وتعالى. عندما قال قل سيروا في الأرض فانظروا، عندما قال سنريهم آياتنا، لم يقصد ناسا أو علماء الفلك الفلان، بل قصد كل شخص فينا. وكيف الشخص فينا يعرف هذا الشيء؟ عندما يبحث عن هذا الشيء. الحقيقة تحتاج إلى بحث يا صاحبي، لا تحتاج إلى إنسان متلقي جاهل ويجي يقول لك يضحك على أساس أنه فاهم. يا أخي أنت أغبياء، إحنا أغبياء عجبنا غباءنا، أما أنت خليك في جهلك وحماقتك. خريطة العالم اللي ندرس فيها طبعا غلط في جميع المقاييس، مقاييس القارات والبلدان غلط. خارطة العالم أغرب بكثير مما تتصور، وخاصة هذه الخارطة التي تعد الأشهر عالميا والأكثر استخداما، حيث لم يخلو أي صف دراسي منها، وهي التي تستخدم في خرائط جوجل. لكن هذه الخارطة مليئة بالأخطاء، وهذا يقول لك إسقاطات. حتى اللي يجي يقول لك شعار الأمم المتحدة، طبعا شعار الأمم المتحدة على فكرة اللي مو عارف هو نفسه شعار الأرض المسطحة نفسه. في ناس يقول لك لا هذا اسمه إسقاط سمتي. أوكي، نحن نؤمن بأنه في إسقاطات للكرة، إسقاط سمتي، إسقاط مدري، إسقاط إسقاط إسقاط، بس هذه اسمها تصريفات يا خوي. ليش تصريفات؟ لأن الخريطة الوحيدة الحقيقية بالمقاسات الصحيحة أو الأقرب إلى الصحة بشكل كبير جدا واللي توافق الخرائط القديمة هي خريطة الأرض المسطحة، وهي اللي يستعملونها في الطيران. ليش يستعملها في الطيران؟ لأنه هذه الحقيقة، لأنه لو طار على الأرض الكروية ضاع، لن يصل أبدا. تبي تروح لأستراليا جنوب، رايح على القطب اللي ما في قطب، على الجدار الجليدي، على الضياع يا خوي. واحد يقول لي طيب ليه ما نطلع خلف القطب؟ ممكن في ناس حاولت، ممكن في اختراعات، ناس راحوا بس مخفية عننا تماما عشان لا نكتشف. الذي يسمى الشكل الواحد منها بالإسقاط، كما ذكرنا منذ قليل هذا هو الشكل الأشهر والأكثر استخداما بين الخرائط، وهو ما يعرف بإسقاط ميركاتور، نسبة إلى الشخص الذي قام بوضعه. إذا كنت تعتقد أن هذه الخارطة تم تصويرها من الفضاء بكاميرا صناعي أو ما شابه ذلك فأنت مخطئ، لأن هذا الإسقاط تم وضعه في العام 1596. المثال الأول هو جزيرة غرينلاند التابعة لدولة الدنمارك. نرى في هذه الخارطة أن هذه الجزيرة هائلة الحجم، فلو وضعناها إلى جانب قارة إفريقيا سنرى أنها تقاربها في الحجم إلى حد ما. لكن هل تعلم أن في الحقيقة هذه الجزيرة هي أصغر من دولة الجزائر وحدها؟ فلو بحثنا عن مساحة هذه الدول في أي مرجع تريدوه، ستجدون أن مساحة جزيرة غرينلاند تقريبا 2.1 مليون كيلومتر مربع، ومساحة قارة إفريقيا تقريبا 30 مليون كيلومتر مربع، أي أكبر من جزيرة غرينلاند ب15 مرة، بينما مساحة دولة الجزائر تبلغ 2.3 مليون كيلومتر مربع. فلو أخذنا جميع هذه الأرقام بعين الاعتبار، يجب أن تكون جزيرة غرينلاند بهذا الحجم. مثال آخر هو دولة روسيا. هذه الدولة ذات المساحة العظيمة التي تمتد على جزء كبير من الخارطة. بناء على المساحة المرسومة على الخارطة يمكننا وضع كامل قارة إفريقيا داخل دولة روسيا. ليس هذا فحسب، كما ويمكننا أيضا وضع قارة أمريكا الجنوبية، ومع هذا سيتبقى جزء كبير من روسيا لم يغطى. لكن إذا بحثنا عن مساحة دولة روسيا الحقيقية سنجدها عبارة عن 17.1 مليون كيلومتر مربع، أي تقريبا نصف مساحة قارة إفريقيا، تقريبا بهذا الشكل. مثال آخر هو دولة السويد التي تبدو كبيرة على الخارطة، فلو وضعناها إلى جانب جزيرة مدغشقر سنجد أنها تقريبا تعادلها مرتين في المساحة، لكن في الحقيقة مساحة مدغشقر أكبر من مساحة دولة السويد. تقريبا ستبدو بهذا الشكل عندما نراعي المساحات الحقيقية. مثال آخر هي دولة كندا التي تمتد أيضا على جزء كبير من الخارطة، والتي يمكننا أيضا وضع قارة إفريقيا بالكامل داخلها، لكن مساحة كندا الحقيقية هي ثلث مساحة قارة إفريقيا، لتبدو تقريبا بهذا الشكل عند رسمها الدقيق. الأمثلة على هذه الأخطاء المقصودة لن تنتهي، فتقريبا كل دول العالم الأول كما يطلقون على أنفسهم غير ممثلة بالمساحات الحقيقية على هذه الخارطة. لكن لماذا كل هذا؟ سوف أقوم بنقل تفسير بعض الخبراء في الموضوع دون إدلاء أي رأي شخصي، فالهدف من هذه القناة هو ليس زرع الأفكار أو التحريض، إنما فتح الآفاق أمام الناس لمعرفة أن ليس كل ما يقال صحيح، وإنما يجب مراجعة كل معلومة تسمعها.
من المعروف أن الحجم يدل على القوة، لذلك هذه الخارطة وضعت بعناية ليكون لها بعد نفسي في العقل الباطن بأن دول العالم الأول كبيرة في الحجم وبالتالي أقوى. ليس هذا فحسب، فالمسافات بين الدول التي تعطيك إياها بعض المواقع والبرامج خاطئة لأنها تعتمد على إسقاط خاطئ. سوف أضع في وصف الفيديو بعض المواقع الإلكترونية التي يمكنكم من خلالها فحص الأحجام الحقيقية للدول وقياس المسافات بينها. شكرا لمشاهدتكم. ليش حقين الأرض المسطحة في عندهم أدلة ناقصة؟ لماذا؟ مو لأنه غلط يا خوي، لأنه العلم مانعك أنك تعمل بدا الشيء. يعني مثلا لو أجي أقول مثلا الجهة رسمية أقول لهم أنا بروح أبحث عن الأرض المسطحة، بيجي يقولوا لي إيه ما في أرض مسطحة، أمشي روح نام، صح لا؟ فالعلم الأرض المسطحة قاعدين نمشي على الأدلة والبراهين يا صاحب، والحقيقة بدأت تنكشف حبة حبة، لأنه كل ما تطور العلم كل ما زاد الوعي أنه الأرض مسطحة. مفروض كل ما زاد العلم الناس تبدأ تعرف أنه لا أرض كروية، هذا المفروض. لكن لا، كل ما زاد العلم نقول كذابين. ليش؟ زاد علم يا خويي. زمان ما كانوا يعرف انك قاعد تمنتج وتركب صور، الان نحن نعرف، الان نحن نعرف نستخدم فوتوشوب، الان نحن نعرف في الاضاءه، الان نحن نعرف في المونتاج، الان في تلسكوبات يا خويي، الان نعرف في الحسابات. حسابات غلط يا اخي، حسابات القارات غلط، حسابات الافلاك والاجرام السماويه غلط، سرعه الارض وسرعه غلط، حتى حسابات سرعه الجاذبيه اللي يقولون مثبتنا في الارض الجاذبيه غلط. وباذن الله بتكون في حلقه خاصه في الجاذبيه، هل هي حقيقه ولا كذب كيس من عند نيوتن واينشتاين وغيره. حيث قانون الجاذبية 9.8 هذا يتعوض ب10 على طول، يعني قانون أبدا مو دقيق. ونتفاهم إن شاء الله، اللي بيقول لي عندما عز الهواء سقطت الريشة مع الكتلة الحديدية في آن واحد ومدري، هذه كلها راح نتفاهم معاها بإذن الله في حلقات قادمة. وبكذا وصلنا لآخر هذه الحلقة. الحلقة القادمة بإذن الله راح نتكلم فيها عن أشياء مهمة. أولا محطة الفضاء الدولية، اثنين الأقمار الصناعية، وأيضا الكسوف والخسوف والليل والنهار والشتاء والخريف والصيف. أتمنى نشر هذه الحلقة قدر المستطاع للكل والجميع، إقناعهم بمشاهدة هذه الحلقات، مو والله لأنها حلقات، لجل أن نوصل الشعب للحقيقة. وأكرر تحذيري من مجتمع الأرض المسطحة، راح نتفاهم إن شاء الله في أدلتهم في حلقات قادمة. زي ما قلنا كثير جاي يقول لي عصام أنا بحثت بس جاتني شكوك في الشف. ليش؟ لأن أنا أروح أجيب لك الشيء اللي يوافق الدين، يوافق الإسلام، يوافق الأدلة المرئية. ترى أدلة مرة كثير، مدينا سلك حلقة 20 ساعة بس مليانة بالمغالطات. احنا بنعطيك شيء ما حد يقدر يقول لك هي يا خوي هذا كذب، لا، نعطيك الشيء الاكيد اللي معاه الدليل اللي تواجه اي واحد تخش في عينه. لكن عندما تروح تبحث يجوك ناس يعطوك ادله ارض مسطحه، لماذا اذا دام الارض تدور ليه ما نطير وتلف الصين وننزل فوق الصين؟ ايش الجهل ذا؟ ولا يجي يقول لك لو انه الصين تلف كان ما لحقنا الصين. ايش الجهل ذا؟ هذه ما هي ادله ارض مسطحه، هذه ادله غباء زايد. وللاسف في كثير من العلماء المسلمين يستدلون بذي الاشياء. فاحنا في حلقات خلت لنا نعطيك الادله الحقيقيه اللي تواجه فيها المجتمع، ما نعطيك دليل تروح تفشل وترجع. أو في حاجة ثانية، ابحث بس ركز لي على فكرة الدليل. وأنا ما أقول لك اسمع مني ولا تبحث، بالعكس ابحث ولكن ركز لي على نقطة الدليل، الدليل الصحيح اللي يوافق اللغة، يوافق القرآن، يوافق العلم. ولكن ليس العلم الكذب ذا، العلم الحقيقي. والمقصود بالعلم اللي أنا أقوله هو التجارب العلمية، الشيء اللي تقول فك كاميرتك وشوف، فك تلسكوبك وشوف. ما هو العلم اللي احفظ هذا العنوان، هذا التعريف، هذا مو علم، هذا اسمه بلاهة زايدة. أنا ما محتاج أحفظ تعريفك يا غلط. وبكذا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.